بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل على بركة الله في الدورة الجديدة، احذر فإنك راحل. كلنا إن شاء الله راحلون، وكلنا نرجو الجنة ونخشى النار. قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. رب اجعلنا من أهل الفوز وأهل الفلاح. ذكرت أن الدنيا فيها الناس أقسام، قسم يحب الدنيا وقسم يحب الآخرة. أما المؤمن فدنياه مطية لآخرته، دنياه هي الوسيلة الوحيدة اللي بيجي يجمع فيها حسنات ثم يعود إلى الله بقلب سليم، وإن شاء الله وصحائف مملوءة بالخير، لأننا كلنا ضيوف في هذه الدنيا الفانية الزائلة التي هي امتحان من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها كل ما فيها هي امتحان، هو امتحان. وقلت أن الناس الدنيا أصناف، هناك من لم تشغله الدنيا أبدا فكان مقامه في الجنة عاليا، هناك من انشغل بالذنوب، انشغل بحب الدنيا وعاد في النهاية استفاق وعاد مع قلة الزاد، هناك من عاد بدون زاد لم يستيقظ، هناك من لم يربح لا دنيا ولا آخرة. الله يجيبنا ويجيبكم من هذا الحال. ما نعلمه وما تعلمناه أن القضية ليست في الدنيا، الدنيا حلوة خضرة وهي مطيتنا للآخرة وهي التي نجمع فيها الخيرات والحسنات، إنما المشكل هو حبها والتعلق بها والدفاع عنها وتجعلها غايتك أو تجعل غايتك مرضات رب العالمين. قلت لن نرتقي في طريق التزكية وأصلاح النفس إذا كنا من حبابي الدنيا، وإذا كنا مستأنسين بالناس وبالمال وبالجاه وبالسلطان وبغير ذلك. لابد أن نقطع هذه العلائق لكي ننطلق إن شاء الله في سلم السلوك، وسلم السلوك تزكية ورضا وبركة ومعرفة إن شاء الله، لأنه الدنيا ونعيمها كل لا يساوي شيء حين تغمس غمسة في النار. لو تتنعم طول عمرك أول غمسة توضع في النار تنسى نعيم الدنيا بأسرها، ولو تعيش حياتك الكل كدر أول غمسة في الجنة تنسى كل آلام الدنيا. علاش؟ لأن نعيم الآخرة عظيم. اليوم سنتحدث عن عظيم النعيم الآخرة الذي بعناه وزهدنا فيه ولم نهتم به بل لم نعرفه بعد. نعيم الآخرة ونعيم أهل الجنة كيف هو؟ تعج الآيات وأحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لتعرفنا بهذا النعيم الذي زهدنا فيه. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أول شيء ربي سبحانه وتعالى قال لك اللي عندي باقي واللي عندكم فاني، واللي مش نجازيكم به هو أفضل عمل قمت به في الدنيا. إحنا لما نجي نعمل معدل للتلميذ نعمل معدل لجميع المواد، ثم مادة طلع ومادة خبط ومادة تعمل الميزان وغير ذلك، عند ربي باش يجازينا بأفضل مادة. يعني المادة اللي ما عندكش فيها معدل، المادة اللي تعبة من فضل ربي مش باش يحسبها لك، باش يحسب لك أحسن عمل تعمله. ولذلك خلي عندك ديما نصيب في كل شيء، في كل خير
اعمل ما نعرفوش شنو الحاجه اللي مش يقبلها ربي وشنو الحاجه اللي ميزانها عند ربي كبير. قال ربي ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. احسن حاجه عملتها هذيك هو المعدل بتاعك. هو رحمن ورحيم جل في علاه. طيب نعيم الدنيا اللي احنا زاهدين فيه وناسينه. قال ربي عنه إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يعني أنت تاكل الثمرة والفاكهة في الجنة وهي ترجع. يأتي الرجل زوجته بكرا ترجع بكر في كل مرة. ليس له من نفاد. هذا هو نعيم الجنة. احنا في الدنيا لو تعطيني كل يوم ما شاء الله أروع أكل عندي. بعد نهارين ثلاثة الملل. ثم حاجة اسمها الملل في الدنيا حتى من النعيم. في الآخرة تتنحى هذا الشعور ما تلقاهش. قال ربي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. حبوش يبدلوا نعيم تحبش تخرج منه بالكل. متاع الآخرة لا يشبه متاع الدنيا إلا في الاسم. لما تقول ربي سبحانه وتعالى أعطاني رمانة في الدنيا مش يعطيك رمانة في الآخرة. أما ثم حتى الشبه إلا في الاسم. لا وجه للشبه ما بين الدنيا وما بين الآخرة. واللي سمع أحاديث الناس اللي مروا بتجارب الاقتراب من الموت ولما رب سبحانه وتعالى أعطاهم هذه التجربة باش يعودوا برسائل إلى البشرية صعد الكثير منهم إلى عالم البرزخ وهو عالم بين السماء والأرض. كثير منهم يروي كيف خرجت روحه وكيف صعد وكيف رأى المستشفى ثم المدينة ثم 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 ورأى نفسه يجوق نجوم وغير ذلك. لما وصل إلى عالم البرزخ قال أرى الألوان وأرى الثمار وأرى الورود ولكن لا توجد كلمات تعبر عما رأيت. أقول هي وردة ولكنها ليست كوردة الدنيا. أقول هو لون ولكن ليس اللون الذي نعرفه. أغلبهم يقول لك اللون الأخضر ولكن ليس الأخضر الذي رأيناه في الدنيا. بل استمعت لرسامتين ورسامتين يعني متمكنات في الألوان وغير ذلك. قالت كلما عندما عدت من التجربة كلما أردت أن أصور شيء مما رأيت لا تسعفني الألوان ولا يسعفني عقلي ولا تسعفني ذاكرتي عن التعبير عما رأيت لأنه أمر فوق عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. إذن يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. الأسماء هي نفسها لكن المكون والمظهر والطعام والرائحة شتان ما بين الأرض وما بين السماء وما بين عالم البرزخ. وهذا يؤكده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. كلهم يقول لك من الجنة ما شفتوش في الدنيا ما نعرفوش في الدنيا. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الكل يقولوا بسمعوا في تسابيح. المسلمين يقول لك تسبيح وغير المسلم يقول لك موسيقى. كلهم يقولوا جميع الذرات الورقات اللي نراهم يسبحوا كل واحدة تسبيحها وحده ولكن متناسق مع الكون اللي نرى فيه الكل. رب يقول في القرآن الكريم كل شيء سبح لكن لا تفقهون تسبيحا. إذا يقول ولا أذن سمعت. سمعوا تسابيح ما يعرفوش يعبروا عليها. ولا خطر على قلب بشر. بالفعل استمعنا إلى القصص يعني ثم أشياء ما لا وجود لها في الدنيا ولا نستطيع أن نفهمها نقبلها بالثقة وبالتسليم ولكن عندنا دلائل في القرآن والسنة. قال صلى الله عليه وسلم الله عز
وجل يقول في حديث قدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها بلها يعني نعم تأكيدا ولا بلها بلها ما تصدقنيش اسمع قول المولى عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يعني موجود في عالم البرزخ اللي هي أول درجة من درجات الآخرة فما بالك الجنة فما بالك الجنان موجود من اللي مريتوش ما تتخيلوش ما تنتظروش يفوق خيال الإنسان ويفوق قدرات والحواس اللي أعطاهم له ربي النظر والسمع والإحساس وغير ذلك. يزيد قربنا النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الجنة قيمة الآخرة. قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. أنت لما ترابط في مكان 24 ساعة فقط من أجل الله عز وجل. الجهاد الواضح وجهاد خفي. جهاد خفي من أجل مريض، من أجل يتيم، من أجل الأولاد، من أجل إكرام الزوج لله، إكرام الوالدين لله، كلها مرابطة راه، كله تعب وجهاد وغير ذلك. لذلك عند ربي مقامه خير من الدنيا وما فيها. يعني أجر هذاك اليوم خير من اللي تاخذ الدنيا بأسرعها. احنا اللي عندها هكا بعض عقارات كل طنط 15 مليون هوي، ما اللي تاخذ الدنيا الكل. قالوا جهاد يوم ورباط يوم خير لك من الدنيا وما فيها. باش تلقى في الآخرة أضعف إنسان يدخل الجنة باش يلقى مقدار الدنيا بأسرها 10 مرات تحت إمرته، يستمتع بذلك. هيك علاش ترابط يوم خير لك من الدنيا وما فيها. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والروحة يروحها العبد في سبيل الله. مش قال اللي يقضي حوائج إخوانه كأنه مجاهد في سبيل الله، واللي يمشي لطلب العلم أجره أعظم من المجاهد في سبيل الله. يعني درستنا الكثير من هذا الخير. قال: أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. ملخص القول: الدنيا هذه وسيلتك الوحيدة لتجميع الحسنات. تحب تعلي مقامك في الآخرة، الدنيا الحقيقية والتمتع الحقيقي والحياة الحقيقية هي اللي تفرش فيها قبرك وتحضره للآخرة. هذاك أفضل لك من الدنيا وما فيها. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، مش يزيد قربنا الصورة، لو أن ما يقل ظفر، أقل ظفر، شنو الظفر؟ شنو المساحة اللي ياخذ الظفر متاعك؟ لا شيء. قال أصغر من الظفر متاعك في الجنة خير من الدنيا بأسرها. قال: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا ظهر لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض. خوافق السماوات والأرض هي الأفق والجياد اللي تجي منها الريح. لو يظهر مقدار ظفر من الجنة تفرح له خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. أعيد فأقول من الرسائل المبعوثة من الله من الله سبحانه وتعالى في هذه التجارب أيضا، أغلبهم يتحدثون عن الضوء والنور الذي عليه أرواح المؤمنين، والنور المبهر اللي هو أقوى من الشمس ولكنه لا يؤذي العين. كلهم يتحدثوا بهذا المنطق. فقال لك لو تبدأ تظهر أساور رجل واحد نوره يطمس نور الشمس، مش يقرب لك رب النبي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل أن الأنوار الموجودة في عالم البرزخ وفي الجنة، تخيل أنت ثريا قد جمع كلها تتلألأ وكلها أنوار، فقد تخيلها. عالم الآخرة أجمل وأمتع وألذ من ذلك بكثير.
قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملك عظيم. في الجنة لا يوجد ذل، هنا الذل يذلك القريب والحبيب والبعيد والكبير والصغير، وحتى المنحط عزكم الله يلجم يذل المؤمن والتقي. هناك لا ذل. قال تعالى: ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يعني لا عندك ظلمة في الوجه ولا يخشاك ذل والعياذ بالله. هذا هو ما ينتظرنا في الجنة، لا ظلمة لا سواد ولا مذلة. كذلك في الجنة لا يوجد غل. ربي يقول مخبرا عن ذلك: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وفي رواية: إخوان على سرر متقابلين. إذن الغل علامة من علامات إبليس. كعليش احنا ديما نحاول نصف قلوبنا من الغل ومن الأحقاد. ديما نقول أخواتي إذا عندك ألم استل شوكة الألم، حتى كان غلبك الوجع وكان كبير ديما حاول نفسك حتى تشفى. ثم جروح تحب لها شهور وسنين باش المكان بتاعها يختفي، ما يحطش أثر. الآثار بيشفينا منها إن شاء الله. لا غلة في الجنة، كذلك بلا غيرة ولا حسد ولا حقد في الجنة. قالوا يا أخواتي الدنيا اللي احنا نتحاسد ونتغاير من أجلها، وشوفوا شو انتظرنا في الآخرة. لك عليش العنوان تاع الدورة: احذر فإنك راحل. اللي راحلت له أنت شو انتظرك؟ وليتي مكبشة فيها هذه الدنيا، هذه شو تساوي؟ تفاهة الدنيا أمام عظمة الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة، أول مجموعة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها، يبصقش عزكم الله، ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون. الغائط الإنسان يدخل بيت الراحة يعمل العملة الكبيرة، ولا يتغوطون. آنيتهم، الوسيلة اللي تأكل فيها وتشرب فيها، آنيتهم فيها الذهب. يعني الآنية متاعك من ذهبك، علاش ربي حرم أواني الذهب والفضة في الدنيا؟ أمشاطهم من الذهب والفضة، مجامرهم الألوة، المجامر يعني كالمبخرة اللي تتبخر بها. الألوة هو كالند، عطر من شجرة معينة رائحتها عطرة جدا. رشحهم المسك، العرق بتاع المسك. ولكل واحد منهم، لكل رجل زوجتان. البياض بتاع الزوجة مش البياض اللي نراه توا نتباهى ونتفاخر به، هذاك سواد أمام بياض الآخرة. نعم. قال: من شدة البياض يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. يعني لما تشوف ساقها البياض قريب تشوف أو ترى المخ بتاع الساق. من الحسن، من الحسن، يعني بياض جميل جدا. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، تحساش درة، يعني ثم محبة بين الزوجتين. قلوبهم قلب رجل واحد، حتى الرجال فماش لا غل ولا تحاسد بينهم. يسبحون الله بكرة وعشية. شفت اللي صعدوا في تجارب الاقتراب من الموت؟ قلت له كنا كلهم يقولوا أنا استمع إلى موسيقى، والكلهم يقولوا موسيقى بدون آلات موسيقية، هناك نغمة، والمسلم يقول هناك تسبيح، وكل كائن كل ذرة موجودة في ذلك العالم تسبح بتسبيحها الخاص. لكن لما تسمعها من الكل تسمع التناسق، كل يسبح ولا ليس هناك تضارب أو شيء يزعج، يعني هناك تسبيح عظيم جدا. يسبحون الله بكرة وعشية.
في الجنة لا يوجد لغو. شو هو اللغو؟ الكلام اللي ما ينفعش، الكلام اللي ما فيش جدوى، الكلام غير النافع، ما تقعش في الجنة. أقوال أهل الجنة طيبة، لا تسمع في الجنة لغو ولا كلام باطل. من يصدق ذلك؟ قول الله عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. يعني الإنسان يرزق في الجنة رزق عظيم لا يقارن بما نحن فيه في الآخرة، بما نحن فيه في الدنيا. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا تسمع كلام بذيء ولا تسمع كلام ما ينفعش، ما بنوش جنوة. كل ما يقال في الجنة رائع، تسبيح وذكر لله بكرة وعشية. يقول ربي سبحانه وتعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم الغلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. صدق الله العظيم. ربي سبحانه وتعالى من الأعجاز العلمي في القرآن أنه يمدك بالفاكهة قبل اللحم. العلم الحديث أثبت أنه في غذائك نحن نختم بالفاكهة الغلة، ويسمك تبدأ بالغلة. سبحان الله، المعدة لما تحط فيها تبدأ تحط فيها بالنوع بالنوع، كل نوع ترحيه بطريقة. لما تأكل الغلة في آخر الشيء مش تعب المعدة، تخليها ترحي شيء مش متناسق، عبارة عندك رحاية وتحط فيها أشياء غير متناسقة. الحم مع عدنوس مع جوزة ما يستويش، كل شيء تعطيه درجة السرعة بتاع الرحل بتاعه وطريقة السرعة. وربي هو اللي خلقنا ويعرف كيف يخدم بدننا، فأعطانا نبدأ بالغلة ثم باللحم ثم بما بعد. احنا عاداتنا في الغذاء أصلح الله أحوالنا كلنا ولا ولكم أخواتي. لكن اللي يحب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويحب يشبع يتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم في الغذاء. إذا قال: أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. اللي تشتي دجاج، لحم، حوت، اللي تشتي تلقى. مش تشتي النادي، مجرد تشتي تلقى في فمك. هكذا هو الحال الجنة. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني يتبادلوا في الكؤوس. مش احنا تو باش تحضر حاجة ثلاثة أربع ساعات تاكلهم في درج، الجهد قدام المتعة لا شيء. الجنة لا جهد ومتعة لا تنقضي، رزقنا ما له من نفاد. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. أو حالك في الآخرة وجوه ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا لغو ولا شيء يلغيك ولا يمنعك على المتعة اللي انت فيها. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، الكوب هو الكأس غير عروة، ونمارق مصفوفة، النمارق هي الخادم الوسائد مصفوفة مرتبة، وزرابي مبثوثة، في كل مكان هناك زرابي، أين شئت تجلس. لا حيض في الجنة يا أخواتي. قال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لا غول في الجنة، يعني لا يسقي وجهك ولا تسكر ولا تغيب، لا بخمر ولا بمخدرات ولا أي شيء. خمر الجنة لذة دائمة. قال تعالى: في جنات النعيم على سرر متقابلين يطوف عليهم بكأس من معين. خمر لا ينقطع أبداً، من معين دائم.
بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول لا يوجعك راسك ولا تسكر ولا تدوخ ولا هم عنها ينزفون ما ينقطعش ما يجيش الغيبوبة ما يفقدش عقله وعندهم قاصرات الطرف عين يعني نساء ذات حياة ما ينظروش لغيرك قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون جمال متاعهم كأنه بيض أبيض مخفي محفوظ عند ربي سبحانه وتعالى في الجنة لا يوجد مرض ولا يوجد شيء خوخة كلنا نصبروا قدرة ربي ما تستعجلوش لا تستعملوا بوتوكس ولوحوا عليكم تخسروا فلوسكم جاي الجمال وجاي إن شاء الله النور قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ورجعنا من العميل الجنة لا توجد نجاسات ولا توجد قاذورات لا توجد قاذورات قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدخلون ما يدخلش ما يبصقش ولا يقولون أعزكم الله ولا يتغوطون ولا يتمخطون قالوا فما بال الطعام كناكل وين يمشي أين يذهب الطعام قال جوشاء ورشح كرشح المسك أما يمشي جوشاء يعني تتجرع وإلا عرق رائحة المسك عرق مسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس انت النفس سبحان الله تعمل فيه بدون ما تخمم بدون ما تفكر بدون ما ينقطع هناك يكون التسبيح كالنفس تلهم التسبيح وما تنقطعش عليه تكون بنفس القوة جمال نساء الجنة نساء الجنة كيفاش باش يكونوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل لا يتكئ في الجنة 70 سنة 70 سنة رأوا لا شيء في الجنة إن الرجل لا يتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول بل ما يتحول من جهة الجهة ثم تأتيه امرأته فتضرب على منكبيه هو المنكب يا أخواتي هذا المرفق اللي خطأ شائع عن هذا المنكب هو ما بين عظمة الكتف والعضد هذا هو المنكب تجي تضرب على منكبيه فينظر وجهه في خدها بالبياض والوجه الناعم والوجه الأملس والوجه الرائع والجميل وجهه يراه في خدها أصفى من المرآة رأيت ما جبت إلى الأحاديث الصحيحة يا أخواتي رأيت ما أحاديث ما شاء الله أصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة أقل لؤلؤة اللي عندها هي تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه ادخل إلى الناس اللي عمل التجارب اقتراب من الموت اسمع مرة اسمع الشافو أي نعم اسمع الشافو ستزدادين تصديقا وإيمانا بما أقول لا مش مصدق المعنى مسلمين وكفار مش مقول كفار بيعلم بيه لأن ما وراهم ربي كان فيهم الخير ناس شافت رأي أشياء مرعبة لكن الناس اللي شافت الأشياء هذه يعني الجمال والنور قد لا يوصف إذن أعيد الرجل يتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأته فتضرب على منكبيه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها عندها لباس رائعة باللؤلؤ وغير ذلك وتقرأ في القرآن الأشياء هذه
تضيء ما بين المشرق والمغرب اللؤلؤ الواحدة، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها من أنت؟ تقول أنا من المزيد. ما معنى أنا من المزيد؟ أنا عنده برشا نساوي زيدة. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه من المزيد، ولدينا مزيد. وعنده زوجة ويزيد ربي زوجة ثانية، وعنده زوجتين ويعطيها ربي من الحور العين ما شاء الله. إذن من المزيد الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. ربي يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا هو المزيد. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة. مش روبة والبطانة متاعها، 70 بطانة. تشوف البياض متاع ساقها نور، لأنه احنا في عالم البرزخ نحن من نور. في الآخرة يعود البدن وينبت ويجتمع النفس بروحها مع الجسم، لكن الأرواح لما تصعد إلى الله، يعني الأنفس بأرواحها التي نفخ الله فيها، هي من نور. أنت كلك نور. إذن إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها، وذلك بأن الله يقول في القرآن الكريم: كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت وحجر الكريم شفاف وصلب وخالص، ما فيش شوائب، كذهب الخالص. والمرجان يعني تشبيه البياض بتاع المرجان. إذا ربي يقول كأنهن الياقوت والمرجان، فأما الياقوت، شوف النبي صلى الله عليه وسلم شيء عبر عليه: فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لأريده من وراءه. يعني الياقوت لما تدخل فيه سلك تشوفه، لأنه سبحان الله يبرق. أتذكر أني سمعت لبعض العائدين من الموت تقول: نشوف قصور لكنها مبنية من كريستال. هذيك هي الوسيلة اللي عندها باش تعبر عليها في الدنيا، شفافة، كلها شفافة، وفيها غرف، كل غرفة فيها مجموعة. فالتعبير الصادق تاع إنسان أصلا ما يعرفش القرآن، لكن يعبر على اللي شاف بلغة الدنيا، لكن لغة القرآن أرقى. كأنهن الياقوت والمرجان. خمار المرأة في الجنة، يقولوا الخمار مش واجب، والله لما تلبسه في الجنة إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، العطر متاعها يملأ الأراضي الكل، ولنصيفها، هذا النصيف هو الخمار، على رأسها خير من الدنيا وما فيها من جماله وروعته. إذا لو أطلت امرأة من أهل الآخرة لأضاءت ما بين السماء والأرض، يعني نور جمال وجهها وطيب ريحتها تملى السماء والأرض، وحجابها أو خمار حجابها، المتعارف عليه بالحجاب، إنما هو القصد الخمار، أي نصيفها خير من الدنيا وما فيها. طيب، المتعة في الجنة عظيمة، أكل الشرب الجماع وغير ذلك. لذلك رب سبحانه وتعالى مش يعطي للرجل الواحد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مش قال يعطى أحدهم قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. يعني رب سبحانه وتعالى يعطيك قدرة، احنا ناكلوا صحن بس نكملوا، يعطيك ربي قدرة باش تنجم تاكل 100 صحن. ليه؟ باش يتسبب لك ربي في المتعة أكثر وأكثر. هذا قوله تعالى: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول المولى عز وجل:
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تسأل بعض النساء ليه ده الرجل عطيته شهوة متاع 100 رجل وعنده الحق في زوج نساء وفي الحور العيد واحنا عندنا ولا ما عندناش؟ والحور العين زعما باش يكونوا اسبح مني ولا نسبح منهم؟ يسبح مني ان شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول زمره تلج الجنه صورتها على صوره القمر ليله البدر. ورب يقول للذين احسنوا لشكون نساء ورجالا فالنساء شقائق الرجال. للذين احسنوا الحسنى وزياده، اذا بشرك بانك عندك الحسنى واللي تحب تزيد تزيد. لكن ربي خصص الرجل بما يحب وخصص المراه بما تحب. الرجل قال له عندك شهوه 100 رجل، خاطر يعرف اقوى شهوه عنده اكثر حاجه اكثر متعه عنده هي الفراش. لكن المراه اش عطاها؟ جمالها وزينها. قال النصيف نتاعك خمارك خير من الدنيا وما فيها. قال تلبس 70 حلة ويظل البياض نتاعك ونورك ووجهك والصفاء اللي في 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 خدك. ما قالش الرجال ما عطيتهمش هذيك. قال الجنة تحت أقدامك. أعطاك أشياء يعرف اللي هي تساعدك. الحوار اللي دار بين أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله باش يفرحكم ويريحكم إن شاء الله في قضية الحور العين وجمال الحور العين. قالوا يا رسول الله أخبرني عن قول الله حور العين. قال حور بيض ضخام العيون شقر جرداء يعني ملساء ما عندهاش شعر ما تحتاجش باش تعمل اللي تعرف. حاضر إن شاء الله. شقر جرداء بمنزلة جناح النسور يعني ما شاء الله جرداء ملساء جميلة قوية. فقلت يا رسول الله أخبرني عن قولهن كأنهن لؤلؤ مكنون. قال صفاؤهن صفاء الدر في الأصداف. شفتك البابوشة كي تحلها وتلقى في وسطها الجواهر وتلقى في وسطها الدر الجميل وقت اللي تحلها ما مستهاش أيدي. هكذا المرأة هكذا الحور العين كأنهن الدر المكنون. قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله فيهن خيرات حسان. قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه يعني نساء مؤدبات كأنهن. قال أخبرني عن قوله تعالى كأنهن بيض مكنون. قال رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة يعني جلد أرطب ناعم أملس برص تعمل الكريم الموجود على وجه الأرض الكل ما توصلش. قالت له يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى عربا أترابا. قال هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز ورمصة عجوز عويناتها بهاك الماء وبهاك الدعماش وشنطه اللي شعرها اغلب ابيض يغلب يعني سوادها على بياضها. هذوك خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارا عقبا متعشقات. متعشقات يعني عاشقات للزوج محببات أترابا يعني نفس العمر كلهم شباب. طيب قلت يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم حور العين؟ كانت كلمة كما إحنا نتكلموا مع أنفسنا. قال بل نساء الدنيا يعني أنت مش تكون أجمل من الحور العين. قال نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. انت لما تخيط روبه يا اختي الوجه كيف ما البطان وشنو الافضل ديما البطانه اتعب بكثير. الحور العين كي البطان وانت كي الروبه.
كفضل الظهارة على البطانة، ظاهر الثوب أجمل من باطنه. ثم الحور العين يا أختي هي متعة من المتع لا تحس بها أنت، فيه تحس نفسك تغير ولا تحسها كائن قائم بالذات كيفك أنت. كمن ذهب وأخذ فاكهة معينة ثم عاد، أما أنت من بني آدم صاحبة كيان وصاحبة دلال وصاحبة مقام عند الله، لأن الله كرم ابن آدم، كرمنا على الملائكة وعلى الحور العين وعلى كل المخلوقات. قلت يا رسول الله وبما ذاك؟ علاش ربي كرم المرأة بتاع الدنيا على الحور العين؟ قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله. ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، بيض الألوان خضر الثياب صفراء الحلي. هذه المشاهد هذه كلها سمعتها من كثير ممن عادوا وجربوا محنة الاقتراب من الموت ومروا بالغيبوبة. أغلبهم يتحدثوا على أنهم وجوههم نور، لباسهم حرير، ذكروا اللون الأبيض واللون الأخضر واللون الأصفر، ولكن قالوا ألوان، ألوان كل ذرة فيها تتموج كالبحر، وكل ذرة فيها تسبح، وكل ذرة فيها لها حركة ولها حياة، لا علاقة لها بالألوان هذه التي نعرفها. مشامرهن الدر، دائما باش تعطر هي عندها كل الياقوتة العظيمة الكبيرة مع الرائحة العظيمة. أمشاطهن الذهب، يقولن شكون النساء؟ إن شاء الله أنت وأنا منهم. ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ألا ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا. الجنة تحت أقدام الأمهات، وقال سيدنا معاوية بن جماعة قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال هل لك أم؟ قال نعم، قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. المهم أن رضوان الله جل في علاه سيحل على النساء والرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ يعني النعيم اللي يشوف فيه شيء عظيم جدا، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ربي اجعلنا إن شاء الله لكل ممن حل علينا رضوان المولى عز وجل. كيف هو سوق الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال. ريح الشمال الذي معروفة عند العرب أنها هي اللي تجي بالمطر، تقول إذا شرقت غرقت. فتحتوا في وجوههم، يعني الريح لما تجي تزيد وجوههم نضارة وجمال ونور، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم. يخرجوا للسوق تجيهم ريح تزيدهم جمال على جمال، لما يرجعوا إلى قصورهم وغرفهم في الجنة تقول له زوجته تقول له لقد ازددت حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وانت تلقى زيد زوجتك ما شاء الله أفضل وأجمل، يعني دائما المزيد ودائما الخلود ودائما المتعة. كيف هو نهر الجنان أو أنهار الجنة؟ كيف هي؟ عرفنا السوق، نعرف الأنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. تخيل أنت القباب اللي نعملوه، ما احنا قباب مجوفة يعني من داخل
مدورة وبطنها واسع. قباء معناها من در، حاجة تبرق وحاجة كما قالت المرأة كريستال. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه مسك أثفر. الطين متاع نهر الكوثر مسك، عطر أثفر يعني رائحة عطرة جدا. بس عاد تعمل الفيح في ساعته في الريحة متاعه. هذا كلما اقتربت كلما ازدهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافته خيام اللؤلؤ. يعني الحافة متاع النهر من هنا ومن هنا كلها لؤلؤ مجوف فيه رائحة عظيمة. كيف هو بناء الجنة؟ القصور اللي قاعدة تبنى بأعمالنا، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أن الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب. يعني مهما تبني أنت بيت تسمى خرابة أم لا تسمى أمام ما ينتظرك من نعيم في الآخرة. مش حجر من بورتي وكارلاج مع الشجر، لا لا، لبنة من فضة ولبنة من ذهب. ميلاطها المسك، الميلاط احنا نعملو سيمان، السيمان اغلى، خلي عدرب في مسك ليش حديد. المسك الاثفر، ميلاطها المسك الاثفر، مسك رائحته دائما متكاثره. حصداؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة اسمه ابن صياد عن تربة الجنة: يا رسول الله أخبرني عن تربة الجنة. قال: درمكة بيضاء مسك خالص. درمكة بيضاء يعني تراب ناعم 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 جدا جدا أحمد، وأجمل الشواطئ اللي يقولوا ترابه أرطب وأصفر ونظيف ما فيش ضريع. هي درمكة بيضاء مسك خالص، اللي هي تربة الجنة. كيف هي غرف الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم. يعني في القصور، أهل الجنة في القصور عظيمة، لكن لما ينظروا لأهل الغرف العالية كما ننظر نحن الكوكب الدري البعيد الغابر في الأفق. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب. لما تشوف أنت نجمة بعيدة ولا كوكب بعيد 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 غابر في الأفق، تخيل أنت ثم مستوى مقام ما بينك وما بين أهل الغرف كذلك. لتفاضل ما بينهم قالوا: يا رسول الله إخي تلك منازل الأنبياء؟ قال: لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ما معنى صدق؟ يعني طبق تبع. هذا ما معنى يجب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة إذا تشوفت نفوسنا لهذه المقامات العالية. زيدي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن غرف الجنة. قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا. الميل هو تقريبا كيلومتر 600، 1600 متر الميل. إن في الجنة خيمة من لؤلؤة. أنت لو كنت تتخيل عندك لؤلؤة أشطر المكتب هذا، تخيلها أنت 60 ميلا. إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا وكذا وآنيتهما من كذا وكذا، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. يعني ما بينها وما بين المقام الأعلى وهو النظر إلى وجه الكريم، وجه الله الكريم، إلا رداء المولى عز وجل اللي قال:
الكبرياء وردائي والعظمة عزتي، فمن نازعني في ردائي قصمته على الحديث ولا أبالي. لذلك ذرة كبر تحرمك، تحرمك من الجنة. الكبرياء لله وحده. في الجنة يا أخواتي الأكل لا ينقطع دائم. ربي قال وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. يقول سيد عبد الله بن عباس خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت يعني أخرت بتويل. قال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. عنقود واحد من الجنة. شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتطفه ثم منعه الله وتكعكع إلى الوراء. قال لو قطفته لظللت تأكلون منه إلى آخر الدنيا. مش يعطينا ربي لمحة وصورة على نعيم الآخرة. كل شيء في الجنة نقي وطاهر. الخمر طاهر، العسل مصفى. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. فهوش ما فيش حتى جراثيم وحتى عفن وحتى نتن أعزكم الله. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فهوش مطعمه والعياذ بالله. وأنهار من عسل مصفى. احنا الآن العسل أغلب مغشوش. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هي الخير هذا الكل كيف ما اللي بيمشي لجهنم أمعاءه تتقطع بالحميم والعياذ بالله. آنية أهل الجنة دائما من ذهب، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. ربي قال في القرآن الكريم وقال يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. يعني مش لازم تمشي تشري الغالي، راه باش يجيك الفضة والذهب عند ربي سبحانه وتعالى. شنو اللباس؟ وحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طبعا لما نقول ذهب وفضة يا خواتي ليس الذهب والفضة اللي نعرفوه، إنما ما لا نتخيل من الجمال والروعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن ملابس أهل الجنة إخي جعل أصحابه يعجبون. ما شاء الله ما شاء الله على الحسن وعلى الجمال وعلى اللين اللي تحدث عليه النبي صلى الله عليه وسلم على ثياب أهل الجنة. فلما تعجبوا وكثر العجب قال لهم صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. يعني اللباس اللي توذكرناه بتاع أهل الجنة من حرير وألوان جميلة ورائعة، مناديل سعد بن معاذ مقامه أفضل من هيك الثياب اللي تحدثنا عليها الكل. لا إله إلا الله. الشهيد يا أخواتي يوضع على رأسه تاج الوقار. وابنك لما تحفظ القرآن يكسيك تاج الوقار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقوده في هذا التاج خير من الدنيا وما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملخص القول من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. فما شربتك خسرتها وطابت دائما. لا
دائما اجمل، دائما حلم المزيد. شنين فراش اللي باش تنام عليها بالجنه ان شاء الله؟ اخوانا على سرر متقابلين متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. احنا ساعات كويت ولا فرش يبهر قلوبنا قريب تخرج معاها. تخيلتي هذا الداخل بتاعه استبرق، حرير جميل لامع منير، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. العبقرية يعني بساط، بساط راقي جدا، والرفرف هي رضا من رياض الجنة وقيل ثياب الجنة، والأرائك والسرر هي نفسها يعني المكان اللي تنام عليه وترتاح عليه. خدموا أهل الجنة شكون؟ غلمان مخلدون وولدان مخلدون، يعني على حالة واحدة لا يتغيرون، لا تزيد أعمارهم، لا يكبرون ولا يصغرون. ما شاء الله، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من جمالهم. لكن الخدم بتاع الجنة اللي ربي هيئهم لأهل الجنة. هل عندك أمنيات في الجنة؟ وكيف تكون يعني تحقيق هذه الأمنيات؟ ربي قال: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. أول شيء اللي تشتي تلقى، إيه أطلب اللي تحب. منها ثم رجل يحب يعمل شوية فلاحة، ثم امرأة تحب تجيب صغير، اللي تشتي. ما نقولكش تحب شي راجل، انت حره، اللي تشتي اطلب، انت حره، ربي قال اشتي واطلب. هات نشوفوا الفلاح واللي باش تحرث باش يكون حاله يوم القيامه. اما الفلاح، اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع، فقال له: الست فيما شئت؟ يعني اشتت انت نعطيك اللي تحب. قال: بلى ولكني احب ان ازرع. هذا الدليل إشارة إذا اشتهيت نفسك حاجة راه يحققها لك ربي. قال: فبادر الطرف نباته، يعني في سن طلع واستوى وحصد فكان كأمثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم تحب تزيد؟ فإن لم يشبعك شيء. قال الأعرابي: والله يا رسول الله لم تلقى كيف قريشي ولا أنصاري، عارفهم بحب الفلاحة. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة المرأة اللي تلي تحب تطلب، شي زم تقول أنا شبيه مش كيف الراجل، أوقع عطاك ربي. والدليلة المرأة اللي تحب تجيب صغير في الجنة، المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة، كما اشتهى زاد يجي كما تحبوا أنت. اللي تحب الطول والصغير والمنظر في ساعة مش يحضر. اي نعم. باش نضحكوا في الجنة على اللي كانوا يضحكوا علينا واستهزؤوا بنا في هذه الدنيا. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين أو فكهين. ينكتوا على فلانة زمتة ومتخلفة ورجعية. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، متخلفون متزمتون، يعني ما فيكم ما يعمل الله. وما أرسلوا عليهم حافظين. مش دخلك بيني وبين عبدي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بلى يا رب. نعم يخلص. قيمة الأخوة في الآخرة، احنا نتصاحبوا برشا من أجل الدنيا ونتصاحبوا من أجل الآخرة. أصحابك الكل متاع الدنيا اللي تمشي تحوس انت وياهم عشية مع بعضكم، شوط، فريد، محواس، رياضة،
من أجل مصالح دنيوية بحتة لا علاقة لمرضاة ربي ولا لمحبة ربي فيها. يخبرك ربي أنه يوم القيامة هذيك ما تنفعك بشيء وربما تكون حسرة عليك. قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لكن مش تقول لي عدوتك إلا اللي خذيتها تقية وكنت أنت تقي معها. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. اللي يقول لك رب شنو مش يعطيك في الرجل حور العين، قل وفيها ما تشتهيه الأنفس. كان يشتهي تنطب. وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إذا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذلك دائما نقول: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللي مقامهم علي ويغبطهم حتى الأنبياء والمرسلين هم المتحابون في الله، متزاورين في الله، متبادلين في الله، نيتهم خالصة لله سبحانه وتعالى. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المتحابين قال: من ذكركم بالله رؤيته وزاد في عملكم منطقه وذكركم بالله علمه. يقول أبو مدين الغوث: دليل تخليطك صحبتك للمخلطين، ودليل انقطاعك عن طريق الخير هو صحبتك للمنقطعين. تحب الفايزين صاحب الفايزين، تحب أهل الله صاحب أهل الله، تحب الدنيا راك تصاحب أهل الدنيا، تحب تنقطع عن الآخرة صاحب المنقطعين. يقول الإمام مالك: لا تصاحب فاجرا لئلا تتعلم من فجوره. يقول الإمام ابن رشد: لا ينبغي أن يصحب بتصاحب كان إلا من يقتدى به في دينه وخيره، لأن قرين السوء يردي. قرين السوء يردي ضيحك في القاع وفي المعاصي. لأن هذه قيمة الأخوة، استكثرنا من الأخوات في الله التقيات. وإذا عندك صحبة غير تقية خليها، أعمل مسافة أمان بينك وبينها مش ما تتعلمش منها الأخطاء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تسبيح أهل الجنة، قال: يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. كل سيعطيه ربي سبحانه وتعالى كيف يسبحه وكيف يكبره جل في علاه. إذا دخل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب بيننا وبين ربي، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. يعني النظرة لوجه الله، قل لك النعيم هذا اللي سمعناه الكل ما يساوي حد شيء أمام نظرة، أمام النعيم واللذة اللي مش تحسها وقت اللي نظرة واحدة تنظرها إلى الله عز وجل. والدليل أن ربي بشر هذه الناس، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه ناظرة من النظر والجمال والبهاء والنور، وناظرة إلى الله سبحانه وتعالى. وآخرون عن ربهم محجوبون. فالحجاب اللي بيننا وبين ربي إذا ما ترفعش، هيك المصيبة العظمى، وهيك النكبة، وهيك النكسة الحقيقية، وهيك الحسرة، وهيك الغبن.
الله بتعيشهن ان شاء الله، لكن اللي يحب يكون من الناظرين الى وجه الله الكريم طريق واحد، طريق الاحسان، طريق التزكيه. سئل الامام مالك بن انس عن قوله تعالى الى ربها ناظره، البعض فسرها قال يعني رب يقصد بها الثواب، فقال لهم كذبوا، انما القصد كما هو، مش تنظر الى الله والدليل العذاب بعكسها، تعرف الاشياء بضدها. قال فاين هم من قوله تعالى انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن يقر الإمام مالك أن الناس لمقامهم عالي سيمتعون بالنظر لوجه الله الكريم بأعينهم. رب اجعلنا من الناظرين إلى وجه الله الكريم. فلنكن يا أخواتي معتصمين بالله ومستجيبين لنور الله ومبشرين إن شاء الله برحمة الله. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة يا أختي مش أنا وأنتي مرتاحة عندك فلوس وعندك الدار وعندك كل شيء. الحياة الطيبة هو ثباتك على الدين، ثباتك على الاستقامة. بيزعزع شيء، بيدخلك بعضك شيء. دليل يا أخواتي لما تكون أنتي الهالة النورانية والطاقة الإيمانية عندك قوية تحس براحة واطمئنان، ولما تغلط ولما تتعب ولما تشك ولما ما تفهمش حياتك ما عادش عندها حتى طعم. اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. رب اجعلنا ان شاء الله من اهل الحياه الطيبه. قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكه طيبين، يعني رب اجعلنا نحيا حياه طيبه وإن شاء الله تتوفانا الملائكة وإحنا طيبين. يعني نزعنا كل العفن اللي بداخلنا حتى طاب داخلنا، إن شاء الله طيبين. ونفارق إن شاء الله هذه الدنيا والملائكة تتنزل علينا كما أخبرنا الله، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويأتينا التثبيت من الله عز وجل القائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه الحياة الطيبة هي الاستقامة، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. استقمنا لو إن شاء الله تحيوا الحياة الطيبة وتحشرون طيبين، وتتنزل عليكم الملائكة أثناء الموت وتحشرون إن شاء الله إلى دار السلام طيبين. حتى وإن كنا أصابت ونحن كذلك، كلنا خطأون، كلنا مقصرون، كلنا ناقصون، كلنا ضعفاء، كلنا ضعف وتقصير وخطأ، ولكن الحمد لله نعلنها شهادة باستمرار، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع ذلك إلى قلب موقن، يعني موقن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا غفر الله له، غفر الله لهذه النفس بشرط ما تشركش بربي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما نقصدش الشرك الجلي، احنا مانيش كافرين الحمد لله مؤمنين، أما نقصد الشرك الخفي اللي تعمل العمل من أجل فلان أو تترك العمل من أجل علة، تترك المعصية من أجل العباد وتعمل العمل الباهي من أجل العباد، هذا هو الشرك اللي يلزمك تنحيه، معناه يلزم نيتك خالصة لله. إذا شهدت الشهادة وانتي موقنة بها وما أشركتش بربي كل الذنوب تغفر.
كل الذنوب تغفر، وثم الشفاعة الكبرى متاع النبي صلى الله عليه وسلم، وثم الشفاعة الصغرى اللي يعطيها ربي لمن يشاء من عباده. الدليل على ما أقول، سيدنا سعيد الخدري يروي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون، خرجهم ربي من النار وقد اسودوا، يعني قاعدين يخلصوا الذنوب تاعهم، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج يعني صفراء ملتوية، لما تنبت كعبة القمح ولا كعبة الشعير تعرفوها ترى وتشوفوها كيف قمح منبت ولا شعير منبت، هكذا الإنسان يخرج من الأرض سبحان الله جسمه ينبت. ويوضع الصراط، يعني المسلم المؤمن حتى وإن أخطأ يخلص لكن مصيره في النهاية إن شاء الله الجنة. يوضع الصراط بين ظهراني جهنم، يوضع الصراط بين ظهراني جهنم، عليه حسك كحسك السعدان، عليه شوك يا لطيف يا شجرة السعدان، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به، ثم ناس يوصلوا حبوا، ثم ناس مخدوشين، ثم ناس يهبطوا في النار، ثم ناس ينجيهم ربي سبحانه وتعالى. فإذا فرغ الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد، يجيوا ثم ناس من الناجين من الفائزين يقولوا: يا ربي ثم ناس كانوا معنا يصليوا معنا يصوموا معنا يحجوا معنا في الدنيا، أين هم يا رب؟ زكي معنا، أين هم يا ربي؟ فيقولون: أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا. يعني ثم الناس مصلين ويزكي وحجج عصاة، لا نراهم اليوم، علاش يا ربي ما مش في الجنة؟ فيقول المولى عز وجل يعطيهم الشفاعة: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوهم. يعطي ربي الشفاعة لمن يشاء من خلقه. قال: فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى نصف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أزرته، ومنهم من أخذته إلى ثدييه، ومنهم من أخذته إلى عنقه، لم تخشى الوجوه. ربي الوجه تاع المؤمن مكرر. فيستخرجونهم منها فيطرحون في ماء الحياة. قيل: يا رسول الله وما الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة، فينبتون نبات الزرع كعبة القمح وكعبة الشعير، ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيخرجونهم منها. قال: ثم يتحنن الله الحنان المنان برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها. يعني الإيمان نجاة، الشهادة نجاة، الاستقامة فوز وفلاح عظيم. رب اجعلني وإياكم من أهل الاستقامة. مطمئنين أنه مسلمين لابد أن نخرج، لكن علاش نرضى لنفسي هذا الهوان؟ علاش نرضى لنفسي قرون من العذاب حتى نخلص؟ علاش أنا فقيرة إلى رحمة المولى عز وجل؟ علاش ما نختارش لنفسي مقام عالي؟ شوف احنا اللي ينجح بنجاح باهر بيختار شي حب في الدنيا، علاش احنا ما نكونوش كذلك؟ علاش ما نكونوش اصحاب همم عاليه ونبحث على مقام عالي وهو النظر الى وجه الله الكريم؟ نعرف ان الدنيا يا اخواتي صعبه، والصبر عليها امر من الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترك الدنيا امر من الصبر وأشد من حطم السيوف في سبيل الله عز وجل. بالحق راهي ما صعبش منها الدنيا، أشد علينا من واحد شادد سيف ويضرب فيك تعبتنا، ولكن الاستقامة في الدنيا يا أخواتي أعظم وأرقى، وسلعة الله غالية،
والنظر إلى وجه الله الكريم يستحق منا المجاهدة ويستحق منا الصبر والمصابرة والمبادرة إلى فعل الخيرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم يولد إلى أن يموت هربا في طاعة الله لحقره يوم القيامة، ولود يوم القيامة أن لو رد إلى الدنيا كي يزداد الأجر والثواب. إحنا ما زلنا ربي رجعنا وما زلنا في الدنيا فلنغنم، خسرنا الكثير وضيعنا الكثير، ما تبقى من العمر رب اجعلني وإياكم من الغانمات يا رب العالمين. الصحابة يا أخواتي زهدوا في الدنيا ونالوا شرف الدنيا. سنعطي مثال على بعض الصحابة، أولهم أسيد بن حضير. ليلة كان يقرأ في الخيمة بتاعه وإذا بالفرس بتاعه مربوط هش، حتى خاف أنه يطأ ابنه ذاك الفرس، ثم رأى كسرج خضر نازلة من السماء، لما رآها يعني عرجت إلى ابتعدت وعرجت إلى السماء. غدا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله بينما أنا البارحة جوف الليل نقرأ في القرآن وإذا بفرسي جالت وإذا بي أرى كالسرج من نور نازلة ثم ذهبت. لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، تستمع إلى قراءتك للقرآن، ولو قرأت وصلت القراءة لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. علاش شافوا وإحنا ما نشوفوش؟ خاطر حاضر، خاطر خشوع، خاطر الدنيا خرجت من قلبه خلاص. القلب لما يكون شفاف معليه شران، معليش حب الدنيا، معليش الغذائل اللي تحدثنا عليها اللي مغلفة القلب وحقد غيرة عناد كره بغضاء أوجاع آلام، كلها حجب تحجبنا عن رؤية الحق. قلوب من ضافت أصبح يرى الملائكة رأي العين. زوز من الصحابة خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، أظن أحده أبو الدرداء. الليلة مظلمة جدا، خرجوا فإذا بنور بين أيديهما، كتيب بين يديهم، حتى تفرقا هما ماشيين وفانوس كأنه ذراع من نور ينير لهم الطريق. واحد داره في الزنقة هذه والآخر داره في الزنقة الأخرى، وقت اللي دار كل واحد في الزنقة متاعه تقسم النور على اثنين وكل واحد ولا عنده نوره الخاص. فتفرق النور معهما حتى تفرق. شوف أنا رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما، راوي الحديث وسيدنا أنس بن مالك، حتى تفرق فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس: إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار أظنه على ما أظن هو أبو الدرداء، هم الزوز اللي استعطينا الكرامة هذه. سيدنا الصحابي الجليل حارثة بن النعمان قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في المقاعد، فسلمت عليه ومررت، فلما رجعنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه ورجعت، لما رجعت قالوا: هل رأيت الذي كان معي يا حارثة؟ قال: نعم رأيته. قال: إنه جبريل وقد رد عليك السلام. وقت اللي قلت السلام عليكم راه جبريل، اللي شفته راه جبريل وقد رد عليك السلام. هذه إشارات أنه لما تخرج الدنيا من قلبك تشوف عوالم ما يعلم مداها إلا الله، هي موجودة لكنها محجوبة عنا بحجاب الغفلة وحجاب الكبر وحجاب الرذائل والعيوب والذنوب وغير ذلك. رب إن شاء الله يخرجنا إلى دار السلام سالمين غانمين آمين. والحمد لله رب العالمين، كما قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا ميمونا عطرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.